私はニボルビーが好きです。ニボルビーです。نحن في رضا على هذه المدرسة. I like the look of the inside. It's big, spacious, not a small area where their children might hurt. Just for that reason, because I saw how spacious it was, and when I met the teachers, they said they do centers, and I liked that idea. من العادة أن الأطفال في مثل هذه المدارس التي تعرض لأمراض، ولكن الحمد لله مستوى النظافة عالي جدا في هذه المدرسة، الحمد لله بفضل من الله. Islamic quality, not so many hard study, so many play time. Probably a normal school would be a lot more structured, but it's his first exposure to schooling, so it's good the way that they have the different centers, and it's you know, at the end of the day they have their rest. نقل في مدرسة جميلة وجيدة وفيها اعتناء بالملاحظ وفائق العناية، الاعتناء بالأولاد والاهتمام بها، والأولاد متعلقون بها ويحبون الذهاب إلى نحن نتوجه للمدارس الإسلامية بفتنا مسلمين، نتمنى أن يكون أطفالنا على مستوى كبير ودراية كبيرة للعلوم الإسلامية بالذات كتحفيظ القرآن و كالأذكار والأدعية وإلى ما ذلك، كيف يتعلم مثلا الطفل أن يأخذ ويشرب؟ اختلاف بين نمبلتي وباقي المدارس، لا أعلم بالضبط صراحة العناية والاهتمام في المدارس الأخرى، ولكن ملاحظ أن نمبلتي يوجد عناية فائقة واهتمام بالطفل والتعليم بشكل جيد. في البداية كانوا يعانون من التواصل، لغة التواصل باللغة الإنجليش، لأن من قبل لم يذهبوا إلى مدرسة تعليمية باللغة الإنجليزية، ولكن في المرحلة الأخيرة لاحظناهم في المنزل يتكلمون العديد من الكلمات باللغة الإنجليزية حتى مع بعضهم لما يتحدثون. Not as structured as other schools, a lot more child-centered, and I think they're taking into consideration the different levels of the child as well when they're teaching. تنصح بكل من أعرفه يريد أن يسجل أولاده في المدرسة أن يسجل في المدرسة رائعة إن شاء الله. والحمد لله في رضا تام على هذه المدرسة. I would recommend Nimble B to other parents. نحن نحب Nimble B.